اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم وصلتنا سياره من الماكينات الجباره V8 اللي مش هنستغنى عنها ابدا. Z71 تاهو 6.2 10 غيار 420 حصان. يلا بينا نشوفها من الداخل. يلا بينا نقرب من سيارتنا الزي 71 التاهو 6.2 10 غيار 420 حصان. ماكينه اول مره تنزل عندنا على الشكل الجديد. الشكل نازل طبعا بدايه من 21 وتم تغيير عليه في ال 22 او اضافه الماكينه الجباره ال 6.2 10 غيار ال 420 حصان. زي ما انتم شايفين وعارفين السياره الزي 71 هي سياره مصممه للاوف رود، يكون فيها الاير سسبنشن بيرفعها 4 انش فوق وبينزلها 4 انش تحت، يعني 2 فوق و2 تحت حسب الاستخدام، وتقدر تتحكم فيه بنفسك. طبعا هنا عندنا الشبك عليه الخطين الدخانيين شعار جي 71، لوجو المضيء اللون الاسود ال دي، الهوكات الحمر. طبعا زي ما انتم شايفين الدعميه مرفوعه عشان طبعا دخول الرمل. دوائر نص حجريه مع رنجات 20 اللون الدخاني مع الاسود، اربع كاميرات محيطيه، دواسه الحديد، سقف بالشدات اللون الاسود. شفت السياره من الخلف. طبعا عشان الماكينه هي سياره نازله بدول اكزوست كل ناحيتين والاربعه شغالين تمام، مش ديزاين ولا زينه. شعار اسود من الخلف. احنا عارفين طبعا مواصفاتها، التشغيل عن بعد، الحسات الاماميه والخلفيه، النقاط العاميه اللي على المرايات، تنبيه الخروج من الحارات، تنبيه الاصطدام. هنشوف مع اخونا يوسف دلوقتي. ده صوت الماكينه ما شاء الله. نشوف التغيير اللي تم من الداخل اذا تم عليها تغيير. هي ما تمش عليها تغيير فعليا لان السياره نازله شكل جديد من 21، بس على الاغلب العداد متغير. مظبوط يا يوسف؟ ورينا كده شكل العداد. ايوه هو ده ما شاء الله، العداد كله اتغير باسرع استجابه. طبعا انتوا شايفين تقدروا تغيروا شكله، بقت شاشه اكبر. شحن لاسلكي التليفون. هنا في تسخين للكراسي، حتى الشاشه نفسها السوفت وير تبعها اتغير. الاستجابه اسرع. سمارت اكتر طبعا. تمام، واضح ان الشاشه دي هي اللي هتنزل على التريل بوس الشكل الجديد يا يوسف. مظبوط صحيح. فتح البانوراما ده شكل العداد مره ثانيه، هو ده الاختلاف الرئيسي اللي تم عليها. خدنا لفه كده يوسف هنا داخل اليارد. اوكي، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو موجود فيها، وايرلس. شايفين شكل العداد بس بيتحرك، البوصله او الكومباس بتتغير. تمام، العداد شكله طبعا احلى كتير عن على شكل السنة اللي فاتت أو موديل ال 21. حتى صاحبتها ما شاء الله، دي تجربة بسيطة طبعا داخل الوكالة بن حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين مع مهند 050-516-3525 وصديقنا اللي بيجرب معانا يوسف. هاي يوسف. هاي. أعداد الديجيتال ما شاء الله جميل شكله. كاميرا اكثر وضوحا 360، جميل ما شاء الله. الار بي ام كمان ديجيتال، يزيد كده شويه. يلا في انتظار اتصالاتكم، لان الكميه اللي وصلت كميه محدوده والكميه اللي هتوصل كمان كميه محدوده بسبب طبعا
حاجات كتير انتوا عارفينها، من ضمنها وسببها الرئيسي الشرائح الإلكترونية. انتظار اتصالاتكم. باي باي يوسف. باي باي. أهلا بكم.